الراس وبالاقدام، ولكن وليد سبعة الان فرصه، فرصه لهدف وهدف، ولكن فيه رايه مرفوعه او هدف بالفعل، هدف لمصلحه فريق الاهلي بطرابلس. يعني هفوه، كنا نتكلم عن الهفوات، اول هفوه ونشوف الاعاده وتسديده قويه، شوف الهفوه من المدافع وتسديده من اللاعب الجيلاني يحرز هدف فريق الاهلي بطرابلس، اذا فريق الاهلي بطرابلس يتقدم بهدف مقابل لا شيء.